ينضم إلينا أولاً عبر سكايب المصور وأيضاً المستكشف التاريخي معاذ العوفي. أهلاً وسهلاً يا معاذ. صباح الخيرات. الله صباح النور. الله يحييك. هلا بالشباب. هلا بك. حياك الله. معاذ شلونكم طيبين؟ الله يسلم قلبك بخير جعلك بخير. الله يحييكم. نبغى نتعرف على هذه العلاقة الاستثمارية الرائعة، أنه في تبادل خبرات بين طبعاً الشباب. اليوم لما نتحدث صحيح. عن شخص مستكشف ولديه تفاصيل جمالية للمعمار، كيف يمكن أن يستثمرها بعلاقة تجارية أيضا مع مصممة تستوحي هذه الخبرة في التصاميم اللي تتحول إلى مجوهرات؟ أكيد في مبدأ ذكرتني فيه درسته قبل تقريبا في دراسة الجمعية، يعني في الانتربنورز، يقول لك أنه لما الحياة تعطيك ليمون اصنع ليموناضة. فتقريبا كان هذا المبدأ، يعني أنه لما تلاقي بعض الأفكار حولك سهلة التنفيذ أنه ليش ما تستغلها. فشفت مجوهرات روان، وصراحة هي ألهمتني في البداية أنه كيف حولت من المسجد النبوي ومن زخارف المسجد النبوي التصاميم هذه حولتها إلى مجوهرات. فكان هذا المدخل الرئيسي لي. أنا مجالي مختلف جدا، بس كنت أشوف حاجات أنه بصبل ودوبل، انه ممكن هذا يتحول الى كذا وهذا ممكن يتحول الى مجوهرات، خاصه خط المسند، التراث، التاريخ. ارض المملكه ارض معطاءه، فيها كثير وفيها يعني الاحتمالات عجيبه، ولسه ما شفنا شيء يعني يدوب. صحيح. اي فانه الحمد لله تيسرت وتواصلت مع روان انه روان نسوي كذا، ايش رايك نصمم كذا، فنفذت والحمد لله كان مشروع جميل جدا. طيب ايش الشيء او ايش التصميم اللي انت حسيت انه انت تبغى روان تنفذه وبداته من هذه النقطه؟ اول شيء احنا بدينا صراحه بالخطوط الفونت او الحروف الاثريه القديمه، خط المسند الجنوبي اللي منتشر من اليمن في الجزيره العربيه يعني بشكل عام. فكان جميل انه يكون دائما احنا نشوف حروف وقلادات صغيره مثلا للسيدات يلبسونها من الذهب، وعجبني انه نسوي حاجه باستخدام يعني الاستخدام اليومي، شيء خفيف وغريب في نفس الوقت، انه يكون نوعا ما كذا اكزوتيك غريب. فكانت خط المسند او حروف خط المسند كان هو اول البدايات، وبعدين تحولنا كمان لتصميم شيء للشباب مثلا، فكنا يعني نشوف بعض الاشكال او التماثيل اللي من الجزيره العربيه برضو، واللي حولناها الى كبكات، حتى مع انها احيانا تكون غريبه او مثلا يعني شويه كذا ما هي يوجوال، ما هي حاجة مألوفة. نعم. بس كانت جميلة في النهاية، كانت جميلة. طيب تنضم معنا عبر الهاتف روان السهلي ومصممة المجوهرات. أهلا وسهلا بك روان. صباح الخير يا روان. صباح الخير للجميع، الحاضر الكل يا رب. الله يحييك يا رب. يعني روان قاعدين نتحدث مع معاذ عن هذه الشراكة فيما يتعلق بالخبرات وانعكاسها أيضا على تصميم المجوهرات، لكن فكرة أنك تكون مصمم مجوهرات أكيد أنها فكرة تحتاج إلى شجاعة، وأيضا فكرة أنك تقتبس من التراث الإسلامي، من التراث أيضا القيم الاجتماعية، أنه يكون هو منتجك لأنه يكون منتج سعودي خالص فعلا، أيضا فكرة شجاعة. كيف بدأت هاتين الفكرتين بالنسبة لك؟ طبعا المجوهرات بدأت بفضول وأسئلة وبحث عن أجوبة بعد التخرج، فأبدا ما كان حلم المستقبل في صغري، بالعكس كان في شتات وضياع، وهذا طبيعي لأنه كان سوق العمل مو جاهز يستقبل خريجي تصميم ملابس. فكأنه كان يقول أخلق لنفسكم فرصة. نعم. باختصار. فقضيت ما يقارب سنة ونص أقرأ أبحث تغذية بصرية، وكل معلومة كان ينبني عليها فرضيات وأسئلة. فطبعا كان في سفر، فعشان أأكد لنفسي المعلومة وأوصل لخبرة معينة، ألين وجدت أنه انبنى عندي شغف تصميم مجوهرات مقتبسة من فن العمارة. فكنت كل ما أروح الحرم أشوف قطعة مثلا فلانية، لا هذه ممكن تنفع خاتم، هذه ممكن تنفع حلق، هذه حلوة لو جات مثلا سلسال. كنت أنام وأصحى وأنا أصمم مجوهرات، صار في خبرة معرفية، صار في حب استطلاع، صار في استمتاع بكل لحظة وكل خطوة تقريبا. بدأت أعطي نفسي فرصة أني أعيش التجربة، ومن هنا بدأت أشوف أنه عندي هواية وحب تصميم مجوهرات.
رائع. طيب واستخدمتي بعد كذا بديتي يعني دخلتي في شراكة مع معاذ بحيث أنه أنت تستخدمي الأشياء اللي يكتشفها أو الصور اللي يلتقطها ويعني تصممي المجوهرات وصار في بينكم شراكة. كلمينا عن هذه الشراكة، الشراكة في الفكر وأنك تستخدمي هذه الصور وتحوليها إلى مجوهرات وحلي. أنا خلينا أرجع لقبل 4 سنوات أول ما بدأت معاذ، طبعاً كان له فضل بعد الله كبير، لأنه كنت أروح الحرم بالكاميرا، فكان ممنوع ندخل الكاميرات، فاضطريت أرجع أتواصل وأبحث عن المصورين في المدينة للحرم، فكان أكثر المتعاونين صراحة، كان في عدد من الشباب المميزين، كان أكثر المتعاونين معاذ لدرجة إنه كان يقول لي كل الصور بين يدك فخذ اللي تبغي. فأخذت بعض من صور معاذ، كنت أشتغل عليها أسوي brainstorming وأشوف إيش الصور اللي تنفعني، إيش الزوايا اللي عند معاذ أنا شفتها في الحرم وأحتاجها. نعم. فمن هنا بدأت أتعرف على معاذ. جيد. طيب روان، يعني مدى حاجة السوق لمثل هذه المجوهرات اللي تقتبس هويتنا سواء الدينية وحتى الاجتماعية؟ مدى حاجة السوق كبيرة لأي شيء فني، أي شيء حلو، أي شيء يذكرنا بثقافتنا بشكل عصري. جيد. طيب معاذ أنا بسألك الآن، أنتوا بعد هذه الشراكة والنجاح في تصميم المجوهرات، وأنت طبعا كمان سعيد باستخدام هذه الصور اللي أنت تأخذها أو الاكتشافات اللي تكتشفها كمكتشف واستخدامها في الحلي، الخطوة الجاية إيش ناويين تعملوا أنت وروان؟ الخطوة الجاية احنا في مجموعة بسيطة يعني طورناها في البداية، كانت هي المدخل للمشروع هذا، والآن الحمد لله في تصاميم جديدة إن شاء الله هتنزل قريب. كمان تعلمنا الفترة اللي راحت، تعلمنا وين أخطاء، وين نجاحنا، وين المميز عندنا، فامبروفينج، ويعني نحاول ننمو أكثر إن شاء الله. الله يوفقكم يا رب المصور أجمعين. والمستكشف التاريخي معاذ العوفي، وأيضا المصممة مصممة المجوهرات روان السهلي، نتمنى لكم التوفيق والتقدم دائما وأبدا. كل التوفيق لكما.